مساء الخير مشاهدينا، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج أكثر من عنوان. لم تعد سرا العلاقات القائمة بين جماعة طالبان الأفغانية والحرس الثوري الإيراني، ففي حزيران يونيو من عام 2015 أصدرت صحيفة وول ستريت الأمريكية تقريرا يفيد بأن طهران زادت من إمداداتها من التمويلات والأسلحة لصالح طالبان، ووصل بها الدعم إلى انتداب وتدريب مقاتليها. إضافة إلى ذلك، أدى وفد من جماعة طالبان في أيار مايو من نفس العام بقيادة محمد طيب آغا الذي يعد مقربا جدا من الملا عمر الزعيم الأسبق للجماعة، أدى زيارة إلى إيران وأجرى محادثات مع القادة الإيرانيين. لم يقتصر عمق العلاقات على ما سبق ذكره، فقد بيّنت تقارير غير مؤكدة أن طالبان قامت في عام 2012 بفتح مكتب في مدينة زهدان الإيرانية، وفي عام 2007 قامت شرطة الحدود الأفغانية بمصادرة شحنة ألغام أرضية يعتقد أنها مرسلة من قبل إيران لفائدة طالبان. عليه يتساءل الكثيرون، لماذا تلك العلاقات بين جماعة مصنفة تحت بند الإرهاب العالمي والحرس الثوري الإيراني؟ ما هو الهدف وراء الدعم الإيراني اللامحدود لجماعة طالبان الأفغانية؟ ولماذا يستخدم الحرس الثوري جماعة طالبان أداة لتنفيذ مآربه في أفغانستان؟ وكيف تضرر المواطن الأفغاني جراء تلك التدخلات؟ تساؤلات كثيرة مشاهدينا نجيب عليها من خلال ضيوف حلقتنا لهذا اليوم، ومن خلال أيضا شهادات خاصة جمعناها من أفغانستان. الحلقة ستبدأ، ابقوا معنا. في مطلع العام الجاري كشف حاكم إقليم هلمند الأفغانية أن طهران سلمت طالبان صواريخ إيرانية الصنع لضرب القوات الأفغانية. وأضاف المسؤول الأفغاني أن القوات الأفغانية عثرت على صواريخ إيرانية الصنع أطلقها أفراد من طالبان، كاشفا أن عددا من الصواريخ العشرة التي أطلقتها الجماعة على مقر حكومي في إقليم هلمند لم تنفجر. وتبين بوضوح من خلال الكتابة المنقوشة على هذه الصواريخ بأنها مصنوعة في إيران. كلها مؤشرات تدل على أن علاقات طالبان الخطيرة مع إيران لا يمكن إنكارها جزئيا، والفضل يعود لما حدث للملا أخطر منصور الزعيم السابق للجماعة. قتل أخطر منصور لدى عودته من إيران، وقبل وفاته كانت هناك شائعات كثيرة حول علاقاته مع إيران وروسيا. ويتساءل كثيرون، أين يختبئ زعيم طالبان هبة الله أخندزادة حاليا هذه الأيام؟ هل يمكن أن يكون في إيران؟ هل من الممكن أن طالبان لا تتلقى الدعم من إيران فحسب، ولكن أيضا تعتبر إيران الملاذ الآمن لها؟ هل يمكن أن يكون هذا بسبب أن طالبان تحاول الخروج عن سيطرة المخابرات الباكستانية؟ ما الذي يحدث وماذا يعني ذلك لطالبان وحلفائها؟ حتى الآن فإن الخلاصة هي أن قيادة طالبان اختارت أن تتورط مع إيران، مما زاد أيضا من حجم التوترات داخل الجماعة، كما أضاف المزيد من التعقيدات بين طالبان وحلفائها. إذن مشاهدينا، سنبدأ النقاش في حلقة ليلة من أكثر من عنوان، وأرحب بضيفي في حلقة الليلة الذي معنا الآن السيد عوض الفياض، الصحفي والكاتب السعودي، طبعا ينضم لنا عبر سكايب من مدينة الدمام السعودية. وأيضا مشاهدينا سينضم لنا لاحقا في سياق الحلقة الدكتور نبيل العتوم، الخبير في الشؤون الإيرانية، سينضم لنا عبر الأقمار الصناعية من العاصمة الأردنية عمان. أبدأ مع الزميل عوض الفياض وضيفي طبعا، وهو الصحفي السعودي ومطلع على الملف الأفغاني. عوض، أهلا بك معنا. أبدأ معك من سؤال الحلقة، وكما ذكر التقرير الذي استعرضناه قبل قليل، هل اختارت طالبان إيران صديقتها المفضلة، ولماذا هذا الاختيار؟ لماذا إيران تحديدا؟ يعني أهلا بك خديجة. اختيار حركة طالبان لإيران لم يكن عبثيا، ولم يكن يعني منتزعا من سياق العلاقات التاريخية بين إيران وأفغانستان منذ التدخل السوفيتي في أفغانستان في عام 1900 وربما في 79. العلاقة بين طالبان الجديدة وإيران تأتي أيضا في سياق عدد من المتغيرات الإقليمية التي ربما بدأت منذ احتلال أفغانستان من قبل الأمريكيين، والخوف والرعب الذي أصاب النظام الإيراني بأن ينتقل الغضب الأمريكي إلى الضفة الأخرى، إلى طهران وبرنامجها النووي وعنترياتها وتاريخها المتأزم مع أمريكا. بالتأكيد إذا عدنا قليلا في مرحلة ما بعد خروج أو انتهاء الحرب الأهلية الأفغانية عام
عام 90 وخروج ربما الكثير من الفاعلين في المشهد الأفغاني عندما حصرت كابول وحصرت آخر حكومة تابعة أو تدين بالولاء للسوفييت، كانت إيران أيضا متواجدة في المشهد عبر وكلائها من القادة، قادة الجهاد الأفغاني، وعلى رأسه ربما حكمة يارا الذي من المفارقة أنه يعود اليوم إلى المشهد الإيراني. قبل أسبوع شهدنا عودته الكلاسيكية إلى كابول، وعندما أقول عودة كلاسيكية لأننا تعودنا نشاهد حكمة يار يختلف مع الحاكمين في كابول، وبعدها بسنوات يعود إما على ضفة إما على ظهر دبابة المحتل أو يعود عبر وكلاء مثل باكستان وإيران. طيب عود بالنظر إلى تاريخ هذا التعاون، إلى المدة الزمنية التي بدأ منها هذا التعاون ما بين الحرس الثوري الإيراني وجماعة طالبان، وطبعا اختيار إيران كصديقة المفضلة لطالبان، الهدف من ذلك؟ يعني خديجة الهدف يختلف من مرحلة لأخرى، لكن عندما نتحدث عن طالبان وإيران نحن نتحدث أولا عن علاقة جمعت إيران مع كافة من تورطوا في حروب إما صغيرة أو كبيرة مع النظام أو مع الإدارة في واشنطن. في الشان العراقي في عام 90 كانت إيران تؤوي بعض القيادات في نظام صدام حسين، وتؤوي عدد كبير من ترسانة العسكرية في عام 90، ليست في عام 2003. أيضا في عام 2003 عندما قررت الإدارة في واشنطن تغيير نظام صدام حسين، هرب الكثير من قيادات هذا النظام إلى إيران على الرغم من عداء التاريخ والحرب الطويلة، حرب الخليج الأولى. بالوضع الأفغاني أيضا في عام 2001 عندما شن الأمريكيون حربا كاسحة على طالبان على عقاب 11 سبتمبر ومطالبته بتسليم أسامة بن لادن والقاعدة وإلى آخره، نعرف أيضا ما الذي حدث. القاعدة انتقلت مباشرة إلى الأراضي الإيرانية، طالبان أيضا عدد من قياداتها غادروا إلى إيران لربما بالتنسيق مع المخابرات الإيرانية، وذلك لأن العلاقة بين المخابرات الباكستانية وطالبان وصلت ذروة القطيعة بعد أن قام نواز شريف الرئيس العسكري الباكستاني الذي ترك السلطة في عام 2007. المخابرات الباكستانية يعني قادت الحرب ضد طالبان بعد أن كانت حليفة وثيقة لهذا النظام. أيضا لا ننسى أن إيران هي البلد الوحيد إضافة لقطر بالتأكيد التي فتحت مكتبا سياسيا لحركة طالبان في منطقة أو مدينة مشهد، وهذا المكتب طبعا يقوم بعديد من عمليات إما الدعم اللوجستي والتمويل وأيضا الريكروتينج. نعم عوض ابقى معي، سنذهب نتابع سويا بعض الشواهد وطبعا تابعها معنا، حيث يوما بعد يوم تزداد إذن الشواهد والأدلة التي تظهر تورط وتدخل إيران في دعم طالبان وتزويدها بالعتاد وبالأسلحة النوعية وهي مستمرة حتى وقتنا الحالي، كل ذلك خدمة لمصالحها وضربة لمصالح الشعب الأفغاني. نتابع. بدون شک دقیق است که اگر در طول سالیان گذشته که مردم افغانستان در آتش جنگ، الشعب الأفغاني يعاني منذ سنوات طويلة حربا داخلية سببتها عوامل كثيرة، ومن أهم هذه العوامل التدخل الأجنبي. إيران لها دور كبير في هذا التدخل. هناك معلومات كثيرة وإعلامية أيضا بشأن التدخل الإيراني في الشؤون الأفغانية ودعمهم لطالبان، وانطلاقا من مبدأ أن العدو صديق، تحاول طهران استغلال طالبان لضرب أعداء آخرين مثل أمريكا. فقد تم العثور على شواهد في ولاية هرات الأفغانية مثلا تدل بشكل قاطع لدعم طهران لطالبان، لأن أسلحة وعتادا حربيا كبيرا صار بحوزة القوات الأفغانية الحكومية أثبتت أن إيران هي مصدر هذا العتاد، وأن طهران أرادت بإرسال هذا العتاد إلى أفغانستان دعم طالبان. خلاف بنده نه استعمالیگی نه بل افغانستان نه کوم مملکت باندې حمله کیږي نه بل افغانستان. ان تدخل الجيران في شؤون افغانيه ليس امرا جديدا، بل هي ظاهره تمتد لعقود، فعلى الحكومه الافغانيه ان تنتهج خطه شامله لردع اي تدخل اجنبي.
نحن وهذه الدول الجارة نواجه تهديدا إرهابيا مشتركا، وحكومتنا يجب أن تقنع الدول الجارة بأن أراضينا لن تستخدم ضد أي دولة. لسنا بصدد إصدار الإرهاب أو الهجوم على أي دولة، هذا ينبغي أن يكون واضحا لجميع الدول الجارة لنا. لكننا عندما نواجه تحديا أجنبيا صريحا يجب أن نتصدى له بطريقة دبلوماسية مناسبة، وإذا تطلب الأمر أكثر من ذلك فعلى الحكومة أن تتخذ موقفا صارما وأن لا تترك المصالح العليا الوطنية عرضة لأي تدخل أجنبي. افغانستان دي ملي منافع سره په ټکر کې وي، باید هغوی ته جواب ورکړل شي. جنگ موږ سره په کې به هدف ملکیږو، به هدف افغانان قرباني ورکړي. کچرته په دې شرایطو کې الحرب في افغانستان حرب استخبارية إقليمية، وتشكل منافسات الإقليمية الوقود الأساسي لهذه الحرب. نحن لا يمكن أن نخرج من هذه الدوامة إلا بسياسة حكيمة. التدخل الأجنبي ودعم دول جارة لطالبان يحدث منذ فترة طويلة. إيران وباكستان وحتى روسيا تدعم طالبان، فجماعة طالبان ما كان لها أن تحارب الناتو وأمريكا طيلة هذه السنوات من دون دعم أجنبي عسكري لها. أعود إلى ضيفي عبر السكايب من الدمام الأستاذ عوض الفياض الصحفي السعودي والمطلع على الملف الأفغاني. عوض، استمعنا إلى تلك الشواهد والحقائق من قبل البرلمانيين الأفغان. على الرغم من كل هذه الشواهد، على الرغم من كل الأدلة التي تثبت العلاقة ما بين إيران وطالبان، إلا أن الطرفان ما زالا ينكران ذلك، لماذا؟ يعني الصورة تكتمل منذ ربما سقوط كابل وخروج الطالبان من المشهد السياسي في عام 2001. لا، كانت طبعا دائما هناك التوتر على الحدود الإيرانية الأفغانية في مرحلة حكم طالبان لهذه الدولة. نحن نتذكر أيضا ذلك المشهد عندما أقدم الطالبان على نحر وقتل تقريبا 200 من الجند الحرس الحدود الإيراني في عام 99، خلقت مشكلة كبيرة وتوتر في آسيا الوسطى، انتهى بوساطة ربما باكستانية. اليوم بعدما خرج الطالبان من المشهد السياسي ونظرا للخلفية الطائفية لكلا النظامين، أصبح من الصعب جدا الاعتراف بوجود هذه العلاقة، على الرغم من أدبيات كلا النظامين اللذين يمارسان الكثير من التزمت والتطرف تجاه نظيرهم الطائفي، سواء في المنطقة في الخليج بالنسبة للنظام الإيراني، وطالبان حينما كانت محاطة بأذربيجان وأفغانستان وعدد وإيران عفوا بعض الدول التي لديها غالبية شيعية. أيضا لابد أن نعرف أن إيران تراهن على أن أفغانستان أكثر من تقريبا 20% من سكانها هم من أبناء الطائفة الشيعية الهزارة. وأيضا لا ننسى أن إيران في هذه الأيام تستضيف أكثر من 2 مليون لاجئ أفغاني بعد الحرب الأمريكية على أفغانستان. هؤلاء طبعا ورقة لطالما كانت مفيدة للنظام في إيران في استخدامها في علاقتها مع الواقع الأفغاني الجديد. نعم. طيب، من ضمن ربما الشواهد أو الأدلة الواضحة هو منذ فترة ليست ببعيدة وسائل إعلام ذكرت بأن السلطات الأفغانية رصدت طائرة مروحية إيرانية تحديدا في مقاطعة فرح، وهي طبعا الخاضعة لسيطرة طالبان في غرب البلاد. لعل ذلك ربما هو دليل جديد وواضح أيضا في تدخلات الحرس الثوري الإيراني المباشرة في أفغانستان. عوض، أبعاد هذا التدخل إلى أين يمكن أن يقود بشكل ربما أكبر، بشكل أوسع، خاصة وأنه تم رصد مثل هذه الطائرة في هذه المنطقة؟ يعني توتير الوضع الأفغاني عسكريا في نهاية المطاف هو يصب في مصلحة العلاقة المتوترة بين إيران والنظام الدولي بشكل عام، الناتو والولايات المتحدة الأمريكية وباقي الدول، لأن إيران في نهاية المطاف هي تبحث عن مخرج للكثير من الأزمات التي تواجهها مع المجتمع الدولي. هذا المخرج ربما يكون على شكل أوراق تستخدم في بلدان مثل أفغانستان والعراق وسوريا. أفغانستان على وجه التحديد نحن نعرف حجم الدمار التي خلفته الحرب الأمريكية على هذا البلد، وأيضا أن تغيير السياسي الذي تطور لاحقا وتحول إلى نظام سياسي في كابل لم يكن في الدرجة المأمولة بالنسبة للشعب الأفغاني. هناك نزاع على السلطة مستمر حتى آخر الانتخابات.
إيران وجدت ثقوبا كثيرة للدخول في هذا والتغلغل في الوضع الأفغاني، ليس فقط عسكريا، نحن نتحدث عن النفوذ الناعم، القوة الناعمة التي تستغلها إيران في أفغانستان، تتمثل بوسائل إعلام تم تمويلها أكثر من 4 إلى 5 وسائل إعلام قوية، تعود إلى أسماء معروفة في أفغانستان مثل آية الله محسني وهو شخصية أفغانية شيعية معروفة. أيضا نتحدث عن الدعم الإيراني للمدارس الدينية التابعة للطائفة الشيعية، هي منتشرة في أكثر من 4 إلى 5 ولايات جنوبية في أفغانستان. يعني التغلغل الأفغاني لا يقف فقط عند العسكرية، لكن دلالته ورمزيته في كونه عسكري هو فقط في أن إيران تريد أن تصدر عدد من المشاكل التي تعيشها مع النظام الدولي وتستخدمها فقط في بلدان مثل أفغانستان والعراق وسوريا. نعم، ابقى معي. عود الفائض الصحفي السعودي والمطلع على الملف الأفغاني، أعود إليك بعد قليل لنتحدث في نقاط أخرى ومن ضمنها طبعا رأي المواطن الأفغاني في تدخلات الحرس الثوري الإيراني في بلاده. فاصل قصير بعده أعود إليك ضيفي العزيز. مشاهدينا أيضا مستمرون معكم مع حلقة ليلة من أكثر من عنوان، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا، ومن جديد أرحب بضيفي الذي ليزال معنا طبعا من الدمام عبر سكايب، الصحفي السعودي الأستاذ عوض الفياض. وقبل أن أعود إليه لكي نناقش نقاط أخرى في محاور حلقة الليلة، نذهب مع هذا التقرير بداية الذي يتحدث عن كيف أثارت التدخلات الإيرانية في كابول غضب الشارع الأفغاني، كيف خرج مئات المتظاهرين مطالبين حكومتهم باتخاذ موقف صارم ضد إيران. جاءت إذن تلك التظاهرات بعد فترة وجيزة من تصريح رسمي للرئيس الإيراني حسن روحاني، قال فيه إن بناء السدود في أفغانستان أمر يضر المصالح الإيرانية وإن إيران تخالف ذلك. المتظاهرون الأفغان بدورهم أكدوا حق بلادهم باستخدام الأنهار والمياه بحسب ضروريات البلاد والمصالح العامة. نظرا لتدخل إيران ومنذ عقود لم يكتمل بناء سد كمال خان، وكانت هناك أيضا عرقلة إيرانية كبيرة في بناء سد سلمة، وقد تم اغتيال مهندسين وعمال كثيرين خلال بناء السد. إيران تتدخل في الشؤون الأفغانية، لكننا سوف نقف في وجه هذه الغطرسة الإيرانية. تصريحات روحاني الأخيرة ووقوفه ضد بناء السدود في أفغانستان يدل على وقوف إيران عقبة في وجه أي تطور في أفغانستان. والآن ظهر للجميع بأن إيران تتدخل في أفغانستان عسكريا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، وهذا يتطلب تحركات وطنية أفغانية شاملة لصد هذا التدخل. أردنا من خلال المظاهرة أن نوصل رسالة إلى العالم أجمع وإلى إيران بأننا واقفون في وجه الغطرسة الإيرانية إلى النهاية، وأننا مستمرون في نضالنا ما دام التدخل الإيراني مستمرا في شؤون بلادنا. نريد للعالم أن يعلم بأننا نريد الاستفادة من مياهنا كما نريد وكما نشاء. نريد لهذه المياه أن تنفع بلادنا ومزارعنا، ونريد أن يتم إنشاء سدود المياه والكهرباء على أنهارنا. نحن لا نسمح لإيران بالتدخل في الشأن الأفغاني، ونطالب الحكومة أن تعمل على وقف الجواسيس الذين يعملون لصالح الدول الأجنبية في أفغانستان. اجتمعنا هنا لنعلن بأننا ندافع عن مصالحنا بأنفسنا. أعود إلى ضيفي عبر سكايب من الدمام الصحفي السعودي عوض الفياض. عوض، كما شاهدنا هناك عدم قبول لدى الشارع الأفغاني لما تمارسه إيران في بلادهم، بحكم وجودك لفترة طويلة في أفغانستان، يعني ماذا شاهدت شواهد ربما وماذا لاحظت عن آراء الناس من هذا التدخل، كيف يراه الأفغانيون؟ يعني خديجة، هناك طبعا تباين كبير بين الشارع الأفغاني وبين الطبقة السياسية في إيران. بالتأكيد أن المرحلة التي تلت الاحتلال الأمريكي لكابول كانت حملت تغييرا جذريا في الطبقة السياسية الفاعلة في
أفغانستان. إيران على وجه التحديد هي من أوائل الدول التي دخلت المشهد الأفغاني السياسي وقامت بدعم أحزاب كثيرة سنية وقياداتها السنية، وأيضا قامت بإنشاء أكثر من 10 أحزاب سياسية شيعية أو يقودها قيادات شيعية. الواقع في أفغانستان أن الأحزاب السياسية ليس بالضرورة أنها تعكس رأي الشارع الأفغاني بشكل كبير. أنا من مشاهداتي ويعني زياراتي لعدد كبير من المدن الأفغانية من مزار شريف إلى هيلمند وهرات وكثير من الكويت المنطقة الحدودية، بالتأكيد أن الغالبية في المناطق الشعبية في مدن التي كانت تسيطر بشكل أو بآخر عليها أحزاب سياسية سنية كانت بالفعل تشتكي من الحضور الإيراني الطاغي والمال السياسي الإيراني الموجود في المشهد السياسي وتأثيره على الحياة اليومية. لكن هذا بالفعل يعني لا يمكن قراءته عندما تتحدثين مع الطبقة السياسية في إيران. هم يعتقدون أن وجود الدعم الإيراني للطبقة السياسية في إيران هو يعادل كفة التدخل الباكستاني ما يرونه سافرا، خصوصا بعد انتهاء حقبة طالبان، لأن طالبان كانت حليف يعني وثيق حينها مع باكستان، ولطالما اتهم مسؤولون رسميون أفغانيون وآخرهم الرئيس أشرف غني باكستان بزعزعة استقرار. في ظل مشاهداتك وما شاهدته من خلال زياراتك للمناطق التي ذكرتها وعدة مناطق في أفغانستان، الضرر أيضا الذي خلفه هذا التدخل الإيراني في أفغانستان على مستوى البنية التحتية، على مستوى المشاريع أيضا في أفغانستان، لأنه هذا التدخل لم يقتصر على تزويد طالبان بالسلاح، لكن هناك أيضا ضرر ألحقه بالمصالح المعيشية بمصالح المواطن. بالتأكيد خديجة، يعني عندما أنت تقوم بتسليح الفصائل المتطرفة والأحزاب السياسية ذات الأجندة المتطرفة، الأحزاب السياسية التي لديها موقف من العملية السياسية في أفغانستان، أنت تمول تدمير أفغانستان. ما حدث من تفجيرات على مدى 10 سنوات الماضية، أسواق تنسف بأكملها، مستشفيات يتم تدميرها بالعبوات الناسفة والصواريخ، كثير من المصالح الخاصة بالمواطنين الأفغانيين تتحول إلى رماد بسبب المال والسلاح الإيراني. لا تنسي يا خديجة أن هذا ليس فقط لأسباب استراتيجية وحسب، أيضا أفغانستان تمثل سوقا كبيرة للسلاح الإيراني. هناك كثير من وسطاء السلاح الإيرانيين في الحرس الثوري الإيراني ومؤسسات أخرى تعمل في إيران لتصدير السلاح، تستفيد فعلا من السوق السلاح، الطلب على السلاح في أفغانستان. إذن الأضرار كبيرة جدا، يعني لا يوجد مدينة لم يحدث فيها تفجير هائل في 10 أعوام الماضية، لم يكن الضحايا المدنيين يصلون أحيانا في الأسبوع الواحد إلى مئات الأشخاص. أيضا هي تغير من مصالح الشعب الأفغاني بتغيير سياسات الأحزاب وتغيير قيادات واغتيالات. نعم، شكرا لك على هذه المداخلة معنا. كل هذه المعلومات الزميل عوض الفياض، طبعا الصحفي السعودي والكاتب السعودي وطبعا مطلع على الملف الأفغاني، كنت معنا على سكايب من الدمام. شكرا جزيلا لك عوض. مؤخرا تمكنت السلطات الأفغانية من اعتقال إيرانيين في ولاية هرات الحدودية مع إيران، اعترف المقبوض عليهم أيضا بصلتهم بجماعة طالبان. نتابع. في خضم الشهادات والدلالات على التدخل الإيراني في أفغانستان ودعمها لجماعة طالبان من أجل إحداث الفوضى في البلاد، ألقت السلطات الأمنية في ولاية هرات الحدودية مع أفغانستان القبض على 5 إيرانيين كانوا يترددون في المناطق الخاضعة لطالبان، واعترفوا بانخراطهم في هجمات اغتيال وقعت في الولاية مؤخرا. وقد حصلت كاميرا الآن على صور للشخصين الإيرانيين وبحوزتهما خرائط إيرانية الطبع مع أسلحة خفيفة وأجهزة اتصال وبطاقات اتصال. يأتي اعتقال الإيرانيين كمؤشر ميداني قوي للتدخل الإيراني في الشؤون الأفغانية في وقت أثار فيه هذا التدخل غضبا شعبيا عارما في الجانب الأفغاني.
وفي حديث لأخبار الآن أكد فضل الرحمن خادم رئيس قسم مكافحة الإرهاب بأن المعتقلين من الجنسية الإيرانية وأنهم كانوا على صلة بالمجموعات الإرهابية. عملية القبض الأخيرة على الإيرانيين وهم في ولاية هيرات واعترافاتهم أكدت أن إيران لا تنفك في تدخلاتها الخارجية بدول الجوار وسعيها الدائم من أجل زعزعة الأمن واستقرار البلاد في الوقت الذي تدعم فيه المجموعات الإرهابية لتكون يدها الخفية في القتل والإرهاب. وبعدا واضح شد که اینا ایرانی هستند و تبع کشور ایران از شهر مشهد که یکی نام از بعد الاشتباه بهم والقاء القبض عليهم تبين لنا انهم ايرانيين. اثنان منهم من مدينة مشهد وهما مجيد بن حسين ورمضان بن حسين، وقد اعتقلنا في عملية منفصلة شخصا آخر يدعى وحيد بن قربان الذي كان يتردد على مديرية قادس بولاية هيرات، وهي منطقة غير آمنة تماما، وحتى المواطنين الأفغان يخافون الذهاب إلى هذه المنطقة. هذا يؤكد انخراط هؤلاء ضمن مجموعات تعمل على إثارة الفوضى وزعزعة الأمن في البلاد، وأن هناك صلة بين حلقات أجنبية وأخرى داخلية تعمل ضد مصالح الأمن الوطني الأفغاني. ولحسن الحظ أن الشعب في هيرات يتضامن مع الحكومة تماما ويتعاون معنا في التصدي لأي أعمال تخريبية. وأرحب بضيفي الذي ينضم لنا في هذا الجزء من هذه الحلقة عبر الأقمار الصناعية من العاصمة الأردنية عمان، الدكتور نبيل العتوم الخبير في الشؤون الإيرانية. دكتور نبيل مساء الخير، أهلا بك معنا. أعود بالسؤال إليك دكتور، سؤال كنت سألته قبل قليل أيضا لضيفي المتابع للشأن الأفغاني، هو سؤال ربما الحلقة الرئيسي، هو دور الذي يؤديه إلى الحرس الثوري الإيراني في أفغانستان، ما هو، ما هي أشكاله، ولماذا هذه العلاقة ما بين طالبان وإيران؟ شكرا جزيلا لك. لا شك ما أن الحرس الثوري الإيراني هو المعني بشكل أساسي بالتعامل مع الملف الأزمات الإقليمية لا سيما الأزمة الأفغانية. إيران كما تعلمين تشترك بجبرية جغرافية تبلغ حوالي 935 كيلومتر مع الحدود الأفغانية، وأعلنت أكثر من مرة بشكل متكرر أن الأزمة الأفغانية تشكل هاجس أمني كبير بالنسبة لإيران. إيران ضمن نظرية ما يسمى بالمصدات تعتبر الأزمة الأفغانية أحد المهددات الأساسية بالنسبة للأمن القومي الإيراني، وتسعى أن تكون هذه الأزمة هي تكون لصالح الدولة الإيرانية وأن لا تكون ضدها. إيران من خلال الحرس الثوري الإيراني تسعى إلى التدخل في الشأن الداخلي الأفغاني بهدف استنزاف قدرات، ليس فقط قدرات الدولة الأفغانية بل أيضا استنزاف قدرات الخصوم. كما تعلمين هنالك 5 قواعد أمريكية موجودة في المنطقة، هنالك أكثر ما بين من 150 إلى 160 ألف جندي موجودين الآن في الأزمة الأفغانية من كافة مختلف الدول من 37 دولة. وبالتالي إيران تعتقد أن سياسة خلط الأوراق من خلال مدخل الأزمة الأفغانية سوف يحقق لها مجموعة من الأهداف. الهدف الأول هو استنزاف قدرة الخصوم وبالذات الولايات المتحدة الأمريكية لمنعها من الانخراط في الأزمات التي تشكل محور مهم بالنسبة للأمن القومي الإيراني، لا سيما الأزمات الإقليمية الموجودة في الشرق الأوسط. الأمر الثاني أن إيران تسعى من خلال الأزمة الأفغانية إلى إغراق الولايات المتحدة الأمريكية في هذا المستنقع لإبعاد شبح الحرب أو توجيه ضربة عسكرية ضدها. المتغير الثالث ألا تكون هذه الأزمة مصدر مهم وخطير بالنسبة لي التدخل في الشأن الداخلي الإيراني. طيب لأن هناك تداخل قبائلي كبير. نعم تفضل. طيب دكتور، يعني لو نتحدث عن بعض المعطيات، بعض المعلومات يعني في هذا الملف، ما هي نوعية الأسلحة التي أرسل الحرس الثوري الإيراني إلى طالبان؟ الأسلحة الثقيلة طبعا. نعم التقارير الدولية تؤكد أن إيران منخرطة بشكل مباشر في إثارة الفوضى والعنف وتصدير الإرهاب وإنشاء ما يسمى بالخلايا النائمة في الأزمة الأفغانية. هي صدرت أكثر من 1.3 مليون قطعة سلاح، سواء سلاح فردي أو سلاح متوسط، بالإضافة إلى الأكثر من ذلك أيضا الأسلحة النوعية مثل الصواريخ المضادة للدروع، بالإضافة إلى الألغام والمتفجرات من نوع C4، بالإضافة إلى أيضا الخطورة. بعض التقارير تتحدث عن ما يعرف بالأسلحة المضادة للطائرات، لأنه الخطورة الآن هذه التسريبات الاستخباراتية
إيران هنالك شكلين من الأشكال التي تخشى منها من مدخل الأزمة الأفغانية، أولاها هي الطائرات بدون طيار المسيرة التي تدخل الحدود الإيرانية وتدعي إيران أنها تقوم بتصوير منشآت الحساسة والحيوية، ثم بعد ذلك أيضا الأسلحة الأخرى النوعية خاصة المضادة للدروع التي تشكل تهديد خطير بالنسبة لقوات الناتو. الآن في واقع الأمر أنه إيران تدخلها في الشأن الأفغاني هو يأتي بغطاء سواء كان دبلوماسي من خلال السفارة ودول السفارة والقنصلية الإيرانية الموجودة في كابل الذي يغطي على نشاطات إيران الاستخباراتية ونشاطاتها أيضا في مجال نسج علاقات سرية مع حركة طالبان لمواجهة الحكومة الأفغانية، وهذا يعني يعطي تصور واضح عن طبيعة التحالف الإيراني مع القوة هذه القوة الإرهابية التي كانت تعتبر نعم من دكتور. الدول من عفوا من التنظيمات الإرهابية التي تشكل تهديد خطير للأمن الإقليمي والأمن العالمي، وبالتالي أيضا إيران أسهمت في خلخلة هذه دعني أسميه الأزمة الأفغانية ودخلت من خلال وسائل عديدة ليس فقط من طيب دكتور نبيل من خلال البعد الاستخباراتي. نعم تفضلي. تقارير أيضا لو نتحدث في إطار ربما المعلومات والاتفاقات والتعاون أو الدعم المباشر لإيران لطالبان، تقارير تحدثت عن تهريب المخدرات أنه كان نقطة اتفاق ما بين قادة طالبان والحرس الثوري الإيراني، لو تحدثنا عن هذا الموضوع بالتحديد والمعلومات لديك عنه. إيران تمثل نقطة ومحور هام بالنسبة لتصدير ما يسمى بالمخدرات من إيران إلى أوروبا ومن إيران إلى دول المنطقة في الشرق الأوسط. الآن تجارة المخدرات كما تعلمين موازنة الحكومة الأفغانية لا تزيد عن 5 مليار دولار، لكن التقارير الدولية المحايدة تتحدث عن تجارة للمخدرات تصل ما بين 40 إلى 50 مليار دولار من خلال نقطة الأزمة الأفغانية. إيران تريد من خلال غسيل الأموال والاعتماد على المخدرات تمويل عملياتها سواء داخل أفغانستان أو حروبها في المنطقة، أنها تريد وسائل ودعم خاصة مالية وبالتعاون ليس فقط مع حركة طالبان بل مع أيضا مع حزب الله. الآن تقارير الواردة عن الأمم المتحدة أثبتت بشكل قاطع تورط أيضا حزب الله كطرف أساسي في عملية نقل المخدرات إلى دول أمريكا اللاتينية ودول أمريكا الجنوبية، وبالتالي أنا بعتقد أنه هذه الاستراتيجية ينبغي أن تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، خاصة أن إيران ترعى من خلال الحرس الثوري الإيراني تجارة المخدرات، تجارة السلاح، غسيل الأموال بهدف تمويل عملياتها القذرة سواء في أفغانستان أو خارج أفغانستان. الآن المنطقة أنا بعتقد أنه إيران هدفها ليس فقط إغراق المنطقة في الفوضى من خلال تجارة المخدرات بل تدمير الأجيال الناشئة في العالم العربي من خلال عمليات التهريب إلى دول مجلس التعاون الخليجي، ويوميا يعني للأسف الشديد أنا بعتقد أنه حتى هنا كان هنالك عمليات تهريب مخدرات إلى سوريا ومن سوريا تم تهريبها إلى الأردن. الأردن يعاني من هذه المشكلة بشكل كبير جدا. ابقى معي سأعود إليك بعد قليل دكتور نبيل العتوم الخبير في الشؤون الإيرانية. فاصل قصير نعود بعده لمتابعة هذا النقاش ومتابعة هذه الحلقة. مشاهدينا ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا، ومن جديد أرحب بضيفي عبر الأقمار الصناعية من العاصمة الأردنية عمان الدكتور نبيل العتوم الخبير في الشؤون الإيرانية. طبعا موضوع حلقة الليلة من أكثر من عنوان هو تدخلات الحرس الثوري الإيراني في أفغانستان والدعم الذي تقدمه لجماعة طالبان. قبل أن أعود إلى دكتور نبيل لمتابعة النقاش، ندعم مع هذا التقرير الذي يتحدث عن تغلغل في النسيج الأفغاني وإثارة الخلافات الطائفية، وهو ما سعت إليه إيران في أفغانستان بهدف تهديد الاستقرار وإضعاف الحكومة. هذا ما أكده أيضا السيد إسماعيل يون الكاتب والأستاذ الجامعي الأفغاني ورئيس قناة شمشاد الأهلية. نتابع ماذا قال ونعود لنتابع النقاش مع دكتور نبيل. إيران تمول قنوات تلفزيونية كثيرة في أفغانستان وتثير الخلافات الطائفية، وهذا تهديد كبير لاستقرار أفغانستان. دعم إيران لطالبان ليس بسبب حبها وتعاطفها مع طالبان، بل هي تريد بذلك زعزعة الاستقرار في أفغانستان. هناك شواهد كثيرة في المناطق الغربية الجنوبية الأفغانية تدل على تعاون كثيف بين إيران وطالبان. إيران لديها مصالح استراتيجية ومخططات مذهبية هنا في أفغانستان.
تصريح حسن روحاني الأخير قبل أيام بأن بناء السدود في أفغانستان غير مقبول لنا مؤشر بأن طهران يزعجها أي تطور في أفغانستان. إيران يهمها التوسع المذهبي ونشر الثقافة الفارسية، وهي تستغل الرداء المذهبي ذريعة لتحقيق مصالحها وتمول قنوات تلفزيونية كثيرة من أجل إثارة الخلافات الطائفية، مما يشكل خطرا كبيرا لاستقرار أفغانستان المستقبلي. وهي أيضا تدعم طالبان بالسلاح والعتاد، ولأن الحكومة الأفغانية تمر بمرحلة ضعف تستغل طهران هذا الضعف لتعزيز قدرات طالبان. هذا إلى جانب لوبي إيراني منتشر في أروقة الحكم وفي البرلمان هنا في أفغانستان. أعود إلى ضيفي من العاصمة الأردنية عمان الدكتور نبيل العتوم. دكتور نبيل، هناك صحيفة أفغانية تحدثت عن هجوم ثقافي ضد أفغانستان تنفذه إيران، يجري طبعا كما قالت الصحيفة عن طريق وكالة إيران الاستخباراتية، ويأتي في إطار تقديم المساعدات وفي إطار تقديم مساعدة المنظمات الثقافية. يعني معلومات لديك عن هذا الملف بالتحديد، وأيضا برأيك لماذا هذا الهجوم الثقافي، وكيف تلجأ إيران إلى مثل هذه الأساليب؟ طبعا إيران تسعى إلى بناء ما يسمى بالمجال الحيوي المذهبي، وأنا كنت تحدثت قبل قليل في بداية البرنامج عن نظرية المصدات، على اعتبار أن الأزمة الأفغانية ينبغي أن تكون أحد المصدات للدفاع عن إيران وليس للهجوم على إيران. هي تتوسل بأدوات عديدة من ضمنها الأداة المذهبية، تحاول أن توظف ما يسمى بالأقلية الشيعية الموجودة في أفغانستان التي يبلغ نسبتها من 10 إلى 12% كي تكون أحد أدوات إيران المهمة والفاعلة والضاربة في مدخل ونسيج المجتمع الأفغاني. المتغير الثاني أو الأداة الثانية هي الأدوات الناعمة، سواء كان في الإعلام من خلال تمويل بناء ما يسمى بمحطات تلفزيونية، إنشاء صحف، مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى إنشاء العديد من الجامعات والمدارس والحوزات المذهبية. الآن هذه ربما الأدوات تعتبر أحد أدوات إيران الناعمة للنفوذ إلى المجتمع الأفغاني، وهي تراهن على متغير مهم جدا، هو متغير اللاجئين الأفغانيين من الأقليات من الأقلية الشيعية الموجودين داخل إيران. يعني التقارير غير الرسمية أو الرسمية عفوا تتحدث عن 900,000 أفغاني موجود، لكن التقارير الإيرانية تتحدث عن أكثر من 2.5 مليون. وبالتالي وظفت إيران مشكلة اللاجئين باتجاهين، الاتجاه الأول هو التجنيد من خلال ما يسمى بلواء فاطميون للقتال في سوريا، ثم العودة بعضهم منهم تجنيدهم أيضا للقتال، للعودة للقتال داخل أفغانستان لتحقيق مصالح إيران الحيوية والمهمة هنا. نقطة أخيرة فقط في هذا الحوار، وهو برأيك كيف يمكن للحكومة الأفغانية أن توقف تدخلت إيران في شؤونها؟ كنا سمعنا على سبيل المثال بأن وسائل إعلام أفغانية نقلت عن نائب المتحدث باسم وزارة الدفاع قوله بأن الوزارة ستقيم الادعاءات الموجهة ضد إيران. ماذا يعني هذا الإجراء إضافة إلى أي إجراءات أخرى قد تتخذها الحكومة في هذا الصدد لمواجهة طبعا هذه التدخلات الإيرانية؟ أعتقد أنه إيران متغلغلة في المجتمع الأفغاني، وكما ورد في التقرير أنه تغلغلت في النسيج الاجتماعي، وأصبح هنالك لوبيات موجودة الآن سواء في سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو دينية. لكن أعتقد أنه ينبغي تفعيل الاتفاقات الإقليمية والدولية الموقعة مع أفغانستان من خلال التعاون الدولي لتحجيم النفوذ الإيراني. نحن نتحدث عن اتفاق الذي تم معروف باتفاق أوباما كارزاي الذي تعهدت فيه الولايات المتحدة الأمريكية بحماية أفغانستان والوقوف إلى جانبها، بالإضافة إلى اتفاقيات تم توقيعها مع المجموعة الأوروبية. أعتقد لابد من تكاتف الجهود الإقليمية والدولية للوقوف بوجه دعيني أسميه التغلغل الإيراني القاتل داخل أفغانستان، وأن لا تكون أفغانستان هي عبارة عن بوابة أو مدخل لتصدير العنف والإرهاب وتصدير المخدرات إلى دول المنطقة والعالم. بالإضافة إلى ذلك نحن نتحدث الآن عن أمر آخر، هو التدخل لمنع تطور أفغانستان من الناحية الاقتصادية، ومشكلة نهر هيلمند وتهديدات إيران لأفغانستان واضحة للعيان وواضحة في هذا الجانب، خاصة أن إيران تعتقد أنه أي تطور أو تقدم أو نمو اقتصادي في أفغانستان لن يخدمها على المدى القريب وعلى المدى البعيد. وبالتالي أعتقد لابد من تكاتف الجهود الدولية، خاصة مع مجيء إدارة ترامب التي تعهدت بما يسمى بعزل إيران من ناحية ثم تحجيم
تحجيم الدور الإيراني المتعاظم في دول المنطقة خاصة في أفغانستان ومن خلال مداخل الأزمات الإقليمية في المنطقة. أشكرك جزيلا على هذه المداخلة. معنا الدكتور نبيل العتوم الخبير في الشؤون الإيرانية، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من العاصمة الأردنية عمان. بهذا نكون قد وصلنا معكم مشاهدينا لختام هذه الحلقة من أكثر من عنوان. تقبلوا تحياتي، تحية فريق العمل ومعد هذه الحلقة عطاء الدباغ. تصبحون على خير.